بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة معروف من القدم ستة يهاجمون أربعة يدافعون على هدف واحد، مدرب مغذي بين هاي المنطقة اللي بين الكتابة ما كل يعني كاتبها العمودية يسموها تاك جينز ديفنس، هجوم ضد الدفاع. قديم سبعة ضد خمسة، ثمانية ضد ستة، وهكذا هجوم ضد الدفاع. هاي المحاضرين يعطوها كثير بالدورات التدريبية، المدربين يعطوها كثير في ساحات التدريب، فهي جلوبال عالمية يعني الكل تشتغل عليها من 14 فما فوق لحد المحترفين، من أندية درجة نجمة واحدة إلى خمس نجوم، أكاديميات كذا، لأن جزء من ما يعرف بعناوين التدريب المهمة، وهي طبعا مهمة جدا جدا. تصل الحالة في هذا التمرين أن يوضع 10 ضد 10 في نصف ساحة، زين، ويلعبون فريق مهاجم وفريق مدافع. ودائما كنا سابقا أنه الفريق المدافع من يربح الكرة يلعب الكرة أسرع ما يمكن للمدرب، يستمر التمرين على هذا التشكيل الأساسي، مهاجمين 10 يهاجمون هدف، تشكيل الاحتياط اللي هم كذلك 10 وعندهم حارس مرمى وهدف، بس يسموه تمرين باتجاه واحد بالنسبة للأهداف. ثم بعد ذلك وضعوا أهداف صغيرة على جانبي المدرب وقالوا أنه الفريق المدافع من يربح الكرة، والوضعية نتكلم عن 10 ضد 10 في نصف ساحة، وهكذا تتطور الفعاليات تتطور الفعاليات إلى أن تصل إلى مرحلة تصبح صبة عالمية. ذكر كلام جلوبال. فمن يجي مدرب بالساحة يدرب هذه الوضعية بدون أهداف هسه جانبية 7 ضد 5، هذا تدريب شائع، خلينا نسميه احنا تدريب عام كل العالم كل الساحة. ثم يبدأ التطوير، تطوير التطوير. فآخر شيء يمكن أن يقال أنه هاي الوضعية جيدة، بيها أدفانتج لمن؟ بيها أدفانتج للفريق المهاجم 7، لكن الفريق المدافع ما عنده أدفانتج. فمن نضع هاي الأهداف، هاي شوف الأهداف الصغيرة الكبيرة وبيها حراس مرمى، يضاف أدفانتج للفريق المدافع. لماذا؟ لأن الفريق المدافع عندما يعيد حيازة الكرة أو عندما يستلم الحارس مال الكرة ويبدي بالبناء ما يلعب للمدرب، وإنما يهاجم الهدفين الجانبيين بوضعية 5 ضد 7 للتسجيل في أحد هذه الأهداف الجانبية، يشاركهم بالهجوم حارس المرمى، فيصير 7 ضد 6، فالسبعة دائرة يهاجمون هدف واحد، لكن من يتحولون للدفاع يدافعون عن هدفين جانبيين. هاي التطويرات هي اللي وضعت كرة القدم فيما يعرف ب يعني عدم بالتوصية بعدم الاستمرار على نفس الفعالية، نفس الفعالية 8 ضد 6 و7 ضد 5 وحتى 10 ضد 10 بنصف ساعة، وذهبوا مثلا آخر هو معادلة الزيادة العددية نوعا ما ليس باللاعبين فقط، وإنما بتسهيل مهمة هجوم الفريق الأقل عددا عن طريق وضع أكثر من هدف لكي يصبح هناك متسع من المسافة ومتسع من الاتجاهات في سبيل التغلب على الزيادة العددية عند الفريق المهاجم اللي أنا دا أقوم في تدريبه الآن. أنا ما أدرب الفريق المدافع، أدرب الفريق المهاجم، فالفريق المهاجم يلعب بين هاي المنطقة، يعني شوفوا المنطقة المركزية المكتوب أنا كاتب اسم العناوين ذا الاثنين، هي هاي علامات يعني. فيكون التمرين من تمارين جلوبال عالمية، لا يجوز مثلا الآن أن أنسب هذا الفعالية لي، لا، هذا عالمي، مدربين كثير مدربين احتمال ما أعرف أنا،
لكن من التمارين المهمة جدا جدا جدا، وتزداد أهمية التمارين لما تضيف متغير جديد. شنو المتغير؟ المتغير هو لما فريق الدائرة سبعة عندهم الكرة، الحارسين اللي بالهدفين الجانبيين يشاركون معاهم كلاعبين ساندين من مكانهم، يعني من داخل الأهداف، من أمام الأهداف، بس ما يروحون للجناح ولا يروحون للخلف، يصبحون سبعة زائد اثنين ضد خمسة. يكون التمرين أكثر حيوية ويكون التمرين أكثر فائدة للمهاجمين. وبعد دائما أقول بعد من تنتهي من هذه الفعالية بإمكانك أن تضع هدف مكان المدرب ثاني وتلعب مجموعة ضد مجموعة، أو تنهي الفعالية هذه وتذهب إلى تكملة مفاصل الوحدة التدريبية. هذا النوع من التدريب طور كثير، راح أضع لك على التطوير الآخر اللي تم العمل به عندما يلعب أو تلعب الكرات العكسية إن شاء الله يأتيك بعد هذا. هذا أنا أعتقد هو المعنى الحقيقي لتطوير الفعاليات التدريبية. المهم ولا تنسى التطوير هذا ما يقتصر فقط على زيادة أعداد لاعبين، وإنما يبحث ويحاول أن يزيد من الصعوبة الواقعة على اللاعبين. فأنت تلعب الآن الكرة عند المربع وتلعب ستة، لأن حارس المرمى رأساً يتحول لاعب، ستة ضد سبعة وتسجل بهدفين، تحول المهاجمين عندما يفقد الكرة إلى مدافعين يجب أن يكون أسرع ما يمكن، وتتخذ وضعية الدفاع المفتوح لأنك تدافع عن هدفين، بينما الفريق الآخر يعمل على ما يعرف بالتغيير المستمر لاتجاه الهجوم من جانب إلى جانب، من هدف إلى هدف، وتكون أنت أصبت فيما يعرف بأن كيف تدرب هو أهم من ماذا تدرب. أنا موفق المولى، شكرا جزيلا، حياكم الله. الليلة ليلة القدر، نتوقف كليا عن التسجيل الليلة وغدا، وندعو الليلة لا تنسون أن تدعون أن يعين الله سبحانه وتعالى المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني المجاهد المنكوب، ليس من الحدث وإنما من موقف أمة عدد سكانها وتعدادها مليار مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.